هو الله يصبر هو اللي يدي كيفاش غادي يعيشوا كيفاش الله يصبر خويا والله اش تقول ليه خويا الله يصبر الاهل ديالو اش نقول لك الله يصبر الاهل ديالو اللي قال لك مسكين هشام خويا راه كنخدم في هاد الطريقه خويا غادي جاي داك النهار حتى كيبان لي انايا كاينين البوليس عندي واحد كورطه المطار في المطار عندنا جروب تتلعب في الجروب بان ماشي ما كنعرفوش حنا واش هشام في الجروب بان لا حتى في المطار بوليسي حتى الوالم جيت كنخدم كندور التراجيدي ولد عند الاول تا كتواصلوا اخوانك راه هشام بورزاد اللي عنده الجولف هادي او اش كتقولوا اللي كاين هذيك والله يرحمه الله يغفر ليه والله شوف خويا الله من المغاربه كاملين الله يصبر خويا الله يصبر خويا ديك السيد ما عمرنا شفنا خويا كامل ما عمرنا شفنا منه شي كلمه كل ما تقول لي الرحمه ما عمرنا شفنا منه شي حاجه خايبه وهذاك السيد كيضحك صح كيضحك كيضحك الله يصبر والدي صاحبي الله يصبر والدي هذا ما كاين اخويا خويا الله ياخذ حق فيهم الله يعطي اعدام اخويا الاعدام اخويا اعدام اش والدي اخويا ارتاحوا وليداتو اخويا قليل بحال الله انتم اليوم ديال المرفه تضامنيه للروح باش والدي اخويا ارتاحوا خوتو الاهل ديالو اخويا اش نقول لك لانه راه ولدنا كامل ولد المغاربه هذا ما كان اخويا والله تقول الاسره ديالو الله يصبرهم اخويا الله يصبرهم ويمشوا الله يصبر والديه وخوتو وليداتو الله يصبرهم هذا ما كان الله يصبرهم الله يجعلهم اهل الجنه الله يجعلهم اهل الجنه اخويا باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس